اعتقد هيكون المحرك الرئيسي طبعا اسعار الفايده، يمكن اكثر القطاعات المستفيده العمدة من سيد حجاج، ذلك سيكون ذو تأثير على مديونية بعض الشركات. من هي الشركات التي من الممكن أن تستفيد بشكل رئيسي من هذا الخفض الأول لمعدلات الفائدة، خصوصا أن هناك تطلع واضح لأنه هذا سيستمر، هذا التخفيض حتى نهاية العام، على الأقل هذا ما تستعيره الأسواق، وهذا ما تمت الإشارة إليه في يعني توقعات لجنة السياسة النقدية المفتوحة من خلال الدوت بلات. بالظبط نور، هو حاليا هو المحرك الرئيسي للاسواق يمكن موضوع اسعار الفايده، وبالتالي لو خدنا نظره سريعه على السوق السعودي هنلاقي ان صافي المديونيه للشركات المدرجه في السوق السعوديه حوالي 322 مليار ريال. يمكن اكبر شركه عندها مديونيه او صافي مديونيه شركه الكهرباء، طبعا كل ده باستثناء ارامكو. العامل المهم طبعا او المؤشر الاهم من صافي المديونيه او قيمه المديونيه، وطبعا هنا صافي المديونيه اقصد بيها الديون ناقص الكاش وما في حكم، هو المديونيه بالنسبه لحقوق المساهمين. احنا عندنا حوالي 200 شركه عندها صافي مديونيه زي ما قلنا ب 322 مليار ريال. لما نيجي نشوف صافي المديونيه قياسا بحقوق المساهمين هنلاقي ان عندنا اكثر من 25 شركه صافي المديونيه، يعني صافي المديونيه الى حقوق المساهمين اكثر من 100%. عندنا شركه زي لازوردي او زامل او البحر الاحمر المديونيه 4 أضعاف حقوق المساهمين، وبالتالي صافي وبالتالي اسعار الفايده او تكلفه التمويل مؤثر كبير جدا 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 على نتائج مثل هذه الشركات. وعشان كده شفنا انعكاس سريع على اسهم زي البحر الاحمر زي الزامل سريعا بعد انخفاض اسعار الفايده، لان هو المحرك الرئيسي او العامل الرئيسي اللي بيتحكم في نتائج الشركه خلال الفترات اللي فاتت والمتوقع خلال الفترات اللي جايه. طبعا مش هيبان انعكاس في الربع اللي جاي، نتائج الربع اللي جاي، يعني ممكن نبدا من الربع الرابع يبان انعكاس او تاثير ولكن الاسواق اسعار تسعر الفايده في قوائم النتائج الماليه. ولكن الاسواق بالتاكيد تسعر بانه هذا سيحصل، وبالتالي نرى هذه التحركات على بعض من هذه الاسهم. طبعا طبعا بالتاكيد زي ما كان حاصل طبعا قبل التخفيض، دايما الاسواق بتستبق الاحداث. طبعا أنا أشكرك جزيل الشكر حجاج حسن، مدير وحدة أرقام بلس، دائما على تحليلاتك القيمة. نرحب بك دائما على شاشتنا وفي برامجنا وطبعا في برنامج رادار الأسواق. رادار الأسواق مستمر بعد هذا الفاصل. نتابع مصر تدرس العودة لأسواق الدين الدولية، نناقش هذا الموضوع وتفاصيله بعد قليل، ابقوا معنا. كل ثانية تخلق فرصة جديدة. سنكون في متابعة دقيقة ومستمرة في السوق السعودي وأيضا الشركات المدرجة وفي أبرز توصيات المحللين. وكل تغير يترجم إلى أرقام. نفصل الآن تحركات مؤشر تاسي، اقتربنا من إغلاق هذه الجلسة. في أسواق الشرق نأخذكم إلى قلب الاقتصاد السعودي. استقر معدل التضخم في السعودية خلال يوليو الماضي عند 1.5. نغوص في تفاصيل سوق الأسهم ونرصد تحركات القطاعات القيادية لحظة بلحظة. نراقب إغلاق السوق السعودي وما يكشفه من مؤشرات جديدة. ننتظر إذن أيضا قرار خفض الفائدة كيف سينعكس في الفترة المقبلة صحيح. على السوق السعودي. نتابع توصيات المحللين وتوقعات ونتائج أعمال الشركات على مدار العام. من الرياض أنا عبد الله السبيعي، أهلا بكم مشاهدينا. أنا السحة المزاري، كذلك أرحب بكم باستديوهاتنا في دبي. أسواق الشرق من الأحد إلى الخميس 1:30 بتوقيت السعودية على الشرق. تداول مع CFI وسيط التداول الرائد في المنطقة. أهلا
أهلا بكم من جديد. كيف تبدأ الصورة على تاسي في هذه الأثناء بعد مرور تقريبا ساعتين وربع على بدء التداولات؟ لا تزال المكاسب مستمرة ويزيدها المؤشر الرئيسي في السوق السعودي يتخطى حاجز 12120 نقطة في هذه اللحظات، وهذه المكاسب كما ذكرنا قبل قليل مدعومة بقطاعات عديدة رغم بعض التراجعات على قطاع الطاقة وقطاع المصارف، إلا أنها تراجعات محدودة وبالتالي لم تضغط حتى الآن على أداء المؤشر. في الأسواق الخليجية لدينا اليوم طبعا السوق الكويتي القطري والبحريني والعماني فقط تعمل في جلسة الأحد، فيما تكون الأسواق الإماراتية مغلقة لعطلة نهاية الأسبوع. هذه التحركات تباين بين هذه الأسواق الخليجية بشكل عام، لدينا بعض الاستقرار على المؤشر القطري مع ميل بسيط إلى الارتفاعات، بالمقابل تراجعات على الكويت. سريعا نعرج على هذه التحركات فيما يتعلق بالمؤشر القطري، يدعم هذه التحركات الإيجابية أسهم قطاع أو تحديدا سهم قطر إسلاميك بانك أو قطر الإسلامي كيو إن بي، أيضا يدعم المؤشر ولدينا مكاسب بأكثر من 1% على قطر للكهرباء، مقابل تراجعات على قطر للملاحة، بنك الدوحة وناقلات قطر. هذه الأسهم الثلاث تتراجع فيما يرتفع قطر الإسلامي كيو إن بي وقطر للكهرباء. أما السوق الكويتي وهذه التراجعات التي نراها الآن بأربعة عشر نقطة مئوية تأتي بضغط أساسي من بوبيان للبتروكيماويات، بيت التمويل الكويتي ومباني. أما سريعا فيما يتعلق بالحركة على هذه طبعا حركة اليوم يقلص من ارتفاعاته، لكن يعني هي أقرب إلى استقرار في هذه اللحظة. إلى أبرز أخبار الشركات الخليجية، البداية من الكويت حيث كشفت تقارير صحفية عن قيام بنك الخليج بتعيين شركة ماكنزي لدراسة مشروع الاندماج المقترح مع بنك بوبيان المملوك لمجموعة بنك الكويت الوطني بنسبة 59 تقريبا في المئة، قرابة 60%. بنك الخليج الذي يبلغ رأس ماله نحو 380 مليون دينار كان قد حصل في وقت سابق على موافقة بنك الكويت المركزي لدراسة تحوله إلى بنك إسلامي. هذا هو سهم بنك الخليج اليوم على استقرار. تقدمت شركة دار الاستثمار بطلب قيد خطة إعادة هيكلة مديونيتها إلى إدارة الإفلاس، حسب تصريح رئيس مجلس الإدارة ناصر العنزي الذي أوضح أنه تم عرض الخطة على الدائنين والتي تقضي بنقل ملكية 90% من أصول الشركة إلى شركة يمتلكها الدائنون، في حين تخطط طبعا لاحتفاظ بنسبة تحتفظ دار الاستثمار بنسبة 10%، وسيحصل الدائنون على 40% من مديونياتهم على 30 شهرا من بيع الأصول، وفي حال لم تتحقق هذه الدفعات ستخسر دار الاستثمار نسبتها البالغة 10%. أما تحركات السوق القطري وآخر ما نتابعه من هناك حول قراءة